أقول يا هلا باللي لهم في المجد ساحات ومخابر، يا هلا باللي لهم في المجد ساحات ومخابر. لكن كريم انتم سياستكم قائمه على الكذب، معروفين بكذبكم منذ عام 2003 الى هذا، لقد خدعتم الشعوب، خدعتم العالم بكذبكم. طيب انتم حكومه كذابه ليس لديكم مصداقيه. يا هلا باللي لهم في المجد ساحات ومخابر، ربعي اللي سطرت امجادها بكل سينه، يا هلا بدكتورنا، يا هلا بدكتورنا ناصر السنه وصابر. العالم كله يشهد بان الذين قاموا الامريكان في العراق هم اهل السنه، ولذلك نالوا جزاءهم العادل بان ادخلوا عليهم داعش وادخلوا عليهم الميليشيات الايرانيه كي تقتص منهم، لانهم واجهوا المشروع الامريكي. نعم. الامريكان ليسوا اسيادي وانما اسيادك، وان نحن الان انا اقولها وبكل صراحه، انا مستعير استعداد للاستعانه بالامريكان بالاستعاده حتى باي عدو لنا، فقط نواجه المشروع الايراني، لاننا لم نرى من هذا المشروع سوى عمليات اجراميه فيما يخص المشروع التركي. ايضا لم نشهد تحدي التاريخ، لا في تحدي اخر سيد الحسين، سيد الشمل، ولا في عهد هتلر ولا في عهد المحاكم التفتيش، ما فعلته الميليشيات الايرانيه في اهل السنه لم يفعله اي احد على مدى التاريخ. طيب لدينا تحدي اخر سيد الشمري. طيب جدلا ايضا نتفق بان المشروع الايراني انتم ستواجهونه، طيب هذا ايضا موقف يحسب لكم. من بلاد الرافدين ضيفنا حي خير، انتم اللي تستحقون المدايع المنابر، وانتم اللي تستحقون الثناء بكل ديره، ادلال مهارات في مجالسكم تباشر، والمجالس عودها غطى على شبه الجزيرة. يا الطنايا صيتكم ساير ولا يبغى معابر، انتم لا طنيتم فارق الهند جبينه. نعم فعلا انا غير مرغوب بي من قبل عملاء ايران، وليس من قبل العراقيين الوطنيين الأصلاء، غير مرغوب بي من قبلك ومن قبل أمثالك، ولا يشرفني أن أكون مرغوبا بي من قبلك ومن قبل أمثالك من عملاء إيران. لم يقاطعك، أعطيه الفرصة، تحدثت ولم يقاطعك أحد، لم سمح. أنت لا تمثل الشيعة، لا تمثل الشيعة، أنت صفوي، أنت ليس شيعي عربي، أنت لا تمثل التشيع العربي، أنت تمثل التشيع الصفوي، أنت مجوسي. أنت لست عراقيا، أنت إيرانيا في الفكر والعقيدة والجنسية والهوية. طيب دكتور شمال.